دكتور كريم المقدم الكاتب العام للنقابه الوطنيه للصحه العموميه، العضو في الفيدرالية الديمقراطيه للشغل وعضو التنسيق النقابي لقطاع الصحه. كما لاحظتوا اليوم هذه الوقفه، هذه المسيره اللي كان قررها التنسيق النقابي في مسلسله النضالي اللي تم القمع ديالها من طرف السلطات، هذا القمع الغير مبرر وغير مفهوم، لان في نفس الوقت حنا تنشوفوا اننا اصحاب حق والامور غادا كتاخذ واحد الملحه غريب امام الصمت ديال الحكومه، واكثر من الصمت لهنا كنا كنعتبروا صمت، مي دابا الجواب راه واضح، لان قمع همجي كيبين انهم غير قابلين بالراي الاخر ودايرين. انا كنحمل المسؤوليه للحكومه بكل مكوناتها على هذا التصرف الغير منطقي، واللي يعني انا كنا ديما كنتسائلوا اننا دخلنا دابا في اضراب منذ 6 شهور والمواطن يصرخ ولا احد يسمع له، الموظفين كذلك، الا يوجد في هذه الحكومه انسان عاقل ومسؤول باش يحل هذا المشكل، وعلى الاقل يجلس على طاوله الحوار؟ طارق نوقا، عضو التنسيق النقابي الثماني التنسيق الوطني، كنتواجدوا اليوم هنا بساحه باب الاحد لتنفيذ البرنامج النضالي المستر منذ ازيد من اسبوعين هنا بالعاصمه الرباط. هذه المسيره المعلن عليها ازيد من اسبوعين من طرف التنسيق النقابي وجهت منذ البدايه بالقمع والركل والرفس وبالرش عبر خراطيم المياه. هذا الاحتقان الغير مسبوق في صفوف الاطر الصحيه من اطباء ومهندسين وممرضين وتقنيين ومسعفين ومساعدين انما ومتصرفين جميع مكونات الاطر الصحيه وجهت بالقمع هنا. هذه رساله واضحه من الحكومه المغربيه تجاه الموظفين بقطاع الصحه، ونحن نستنكر بشده وسنستمر في المعركه النضاليه النقابيه. هذو نقابات عباد الله، هذو نقابات تتمارس حقها الدستوري مخول لها من طرف القانون، يتم الاعتداء عليها بهذا الشكل، بهذا الشكل غير واضح، هذا الشكل غير مفهوم. هنا كنغسلوا يدينا على حقوق الانسان في هذا الوطن الكريم، ونقول انا لله وانا اليه راجعون. عبد العزيز بن الحسن، عضو المكتب المركزي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وعضو المجلس الوطني لفيدراليه اليسار الديمقراطي. انا حضرت من البدايه، ما خلاوهمش كاع يتحركوا، كاين واحد النوع ديال القمع غير مسبوق، وهذو راه قطاع الصحه اللي كنعطيو الابدان ديالنا والارواح ديالهم يتعنفوا بهذا الشكل وبالرشان ديال الماء والدفيع، وزعما هذا الشيء خطير في هذه البلاد. خاص الحكماء ديال هذه البلاد يعاودوا النظر في هذه السياسه ديال القمع وديال الترهيب قطاعات حيويه، وحنا ما يسمى بالدوله الاجتماعيه والتغطيه الصحيه، في حين ان قطاع الصحه والعاملين في قطاع الصحه يتم التنكيل بهم ويتم الاعتقال، لان لحد الان تقريبا شي 4 اللي تم اعتقالهم. وانا من هنا كندين باسم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ادين هذا التصرف لا انساني في قطاع حيوي. هنا الدولة خصها ترد الاعتبار لهاد الناس وتحاور معاهم وتحقق منين في المطلب ديالهم. راه هاد الشيء وهاد الترهيب وهاد القمح راه ما غادي يدير الا للتصعيد والاحتقان في المجتمع. وحنا المغرب راه زيادة الاسعار، راه الشعب المغربي راه هي راه الضغط والبطالة والحكومة ما مسوقاش لهذا الشيء. الطلبة الطب 25,000 طالب تحرموا سنة بيضاء، كيفاش هاد الدولة كتسير الأمور هنا؟ شنو الاستراتيجية ديالها؟ واش باغية تقمع الشعب؟ واش باغية تخليه ما يدافعش على المطالب ديالو بالطرق السلمية حضارية؟ واش هذا المغرب مصادق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ الدستور المغربي كيسمح لك تظاهر سلميا؟ شنو هذا الشيء؟ هذا الشيء خطير ولا يبشر بخير. جانا واحد الورش الملكي ولقينا راسنا بأنه النصوص التنظيمية غير غامضة، ما عرفنا عليها والو، ولقينا راسنا بأنه بعد ما كنا حنا موظفين عموميين ولينا مستخدمين عند مدراء مصحات خاصة، وحنا دابا اللي كنطالبوا حاليا اللي جينا ليه هو ان حنا جيستي مرحبا بها، الورش الملكي مرحبا به، ولكن يبقاو لينا الاجور المركزيه ديالنا من البي بي ار ديالنا، ويرجع لينا البي بي ار ديالنا وترجع لينا صفتنا كموظفين، والمكتسبات ديالنا القديمه تبقى كما كانت كما نضلوا عليها جدودنا. اطار اداري
قطاع الصحه بفاس. يعني جئنا هنا يعني كموظفين لنجسد الاشكال النضاليه التي دعا لها التنسيق النقابي الثماني من اجل تنفيذ محضر الاتفاق الذي تم ابرامه بين وزاره الصحه والفرقاء الاجتماعيين، والذي نص على مجموعه من النقاط، منها الزياده في الاجور والحفاظ على مكتسبات الوظيفه العموميه وتنزيل المراسم يعني كامله لصالح يعني الشغله الصحيه، بما فيها تنفيذ سنوات الاعتباريه للتقنيين والاداريين والممرضين، تنفيذ يعني اجراءات جميع واستكمال الحوار الاجتماعي للمساعدين الطبيين والمتصرفين، وايضا يعني تنفيذ مجموعه من الاتفاقات التي كانت سابقا وعدت بها وزاره الصحه. لكن نحن الان نتفاجأ يعني بان هذه الزياده الاخيره يعني لم تشملنا المركزيه، لم تشمل موظفي الصحه، وبقي يعني 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 الغموض يلف هذا هذا يعني هذا 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 الملف. ونطالب يعني الجهات الوصيه ومنها رئيس الحكومه ووزير الصحه باننا نحن كقطاع نشتغل خدمه للمواطن. ضحينا في كورونا، ضحينا في جميع يعني السنوات الفائته. القطاع الوحيد الذي كان يشتغل 24 ساعه 24 ساعه هو قطاع الصحه، في حين كانت جميع القطاعات يعني متوقفه. فكيف يعقل ان يتم الاستجابه يعني لقطاع التعليم وقطاعات اخرى ويبقى قطاع الصحه يعني موقوف تنفيذ؟ واحد الفئه اللي احنا شاركنا في هذه المسيره نظرا لهذه المطالب اللي كطالب بها الشغيله الصحيه، وحنا كنعملوا جنبا الى جنب بين هذه الاطر الطبيه والصحيه، واللي كنعرفوا المعاناه ديالهم وحنا معاهم وكنساندوهم في هذه المسيره هذه، وفي نفس الوقت كنشاركوا لاننا معاهم في العمل، معاهم في المستوصفات، معاهم في المستشفيات، معاهم كواحد فئة اللي مستغلها وزارة الصحة، وزارة الصحة اللي كنعرفوا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لكننا لا نتوفر على حماية اجتماعية ولا تغطية ولا تقاعد أكثر من 40 سنة وحنا في هذه الوزارة تحت هذه الوزارة هذا خدامين، ولكن لا حياة لمن تنادي. درنا وقفات، درنا يعني واحد النضالات اللي هي كانت دائما يعني ملحوظة في امام قبه البرلمان، لكننا منسيين ومهمشين دائما في هذا يعني الوزاره والتي يعني تتنكر لنا، وكذلك وزاره الداخليه تتنكر لنا. اذا حنا كنطالبوا كفئه اللي خدامه داخل المستشفيات وخدامه تستغلها وزاره الصحه اننا تكون عندنا واحد التقاعد، تكون عندنا تغطيه. شاننا شان هاد الموظفين ديال الصحه اللي حنا مساندينهم ومعاهم، لاننا كنعرفوا كيفاش تيعيشوا، كيفاش تيخدموا، كيفاش تيسهروا، كيفاش تيدمروا، كيفاش هاد الناس هادو عايشين مع وسط السبيطارات. يعني حنا كنلاحظوا هاد الشيء ومن حقهم هاد المسيره. لهذا قررنا اننا ننزلوا معاهم ونشاركوا معاهم معاناتهم ونشاركوا معاهم مطالبة ديال الحقوق ديالهم، وفي ظل هذا كله نطالب ايضا نحن بالحقوق ديالنا اللي هي مهضومه، لا تقاعد، لا تغطيه صحيه، ونحن مستغلون من طرف وزاره الصحه التي نعرفها انها وزاره الحمايه الاجتماعيه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.